خير يا صباح النصر، وطبعا بصبح عليك يا كريم وعلى نهاوند وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وكالعاده طبعا هكون معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. بس طبعا خليني في البدايه ابارك لكل جمهور النادي الاهلي امبارح بعد فوز النادي الاهلي على نادي مونتاري المكسيكي في الدور التمهيدي من بطوله كاس العالم للانديه، طبعا بهدف مقابل لا شيء سجله نجم النادي الاهلي محمد دهاني. يمكن امبارح انا كنت موجوده يا كريم ويا نهاوند في النادي الاهلي لتغطيه يعني لقناه النادي الاهلي قبل وبعد المباراه. يعني عايزه اقول لكم يعني كان في فرحه كبيره جدا موجوده ما بين اعضاء النادي الاهلي، الكل كان فرحان والكل كان بيتكلم على ال 11 لاعب اللي اختارهم مستر بيتسو موسيماني وبدا بيهم تشكيل للنادي الاهلي، ان هم بالفعل كانوا 11 راجل في الملعب. وفعلا النادي الاهلي امبارح رفع شعار الاهلي بمن حضر، يمكن الكل كان مبسوط امبارح والكل كان فرحان وعندهم ثقه كبيره ان شاء الله في مستر بيتسو موسيماني وجميع لاعبي النادي الاهلي ان هم هيقدروا يحققوا نتيجة إيجابية وفوز يعني خلال المباريات القادمة. يمكن إن شاء الله يعني مباراة بالميراس البرازيلي هتكون يوم الثلاث القادم، إن شاء الله يعني حققوا فيها الفوز ويصعدوا للنهائي ويعني يفرحوا جميع جماهير النادي الأهلي. يمكن كمان امبارح خليني أتكلم شوية عن استعدادات النادي الأهلي، يمكن الاستعدادات يعني بدأت من بدري جدا بالنسبة لأعضاء النادي الأهلي، إدارة التنفيذية، إدارة الخدمات، كمان جميع أفراد الأمن، الكل كان يعني بيوفر كل سبل الراحة والإمكانية إن كل أعضاء النادي الأهلي يتفرجوا على المباراه بشكل جيد. فكان في يعني استعدادات يعني كبيره ومجهود يعني كبير مبذل يعني من قبل الاداره التنفيذيه واداره الخدمات وجميع افراد الامن. كمان خليني اكلمكم شويه عن الاستعدادات من دلوقتي داخل مقر النادي. يمكن انا وانا داخله النادي النهارده قبل ما اكون معاكم على الهواء مباشره، الافراد الامن ويعني العاملين بداوا بالفعل يعني عشان يجهزوا الكراسي والاماكن لكل اعضاء النادي الاهلي من دلوقتي عشان يتفرجوا بالليل على مباراه مصر والسنغال، المباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الإفريقية. يعني الكل بيستعد من دلوقتي عشان طبعا هيكون في اقبال كبير وعدد كبير من اعضاء النادي الاهلي هيتوافدوا على مقر النادي الاهلي بالليل، فيعني الاستعدادات بتبتدي من دلوقتي عشان يقدروا يوفروا اماكن كتيره واماكن متوفره لكل اعضاء النادي الاهلي. ده بالنسبه للاستعدادات والاجواء في النادي الاهلي حاليا يعني من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. كمان خليني اكلمكم شويه عن يعني بعض الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي، ومش بس يعني فريق كره القدم امبارح اللي فرحنا، جميع الفرق الرياضيه الاخرى. يعني خليني ابتدي معاكم الفريق الاول لكره السله سيدات اللي امبارح يعني تحت قياده الكابتن علي هاشم قدروا ان هم يفوزوا على نادي الشمس بنتيجه 67-54، ودي كانت اول مباراه في الدور الثاني من بطوله دوري السوبر لكره السله. يمكن طبعا يعني سيدات الطايره او سيدات السله عفوا كانوا غايبين عن المباريات لمده شهر تقريبا، فامبارح يعني كانت اول مباراه ليهم بعد غياب طويل في الدور الثاني من بطوله دوري السوبر لكره السله. النهارده هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات وهيعودوا مره اخرى للتدريبات يعني بكره ان شاء الله عشان يستعدوا بشكل قوي لمباراه الطيران يوم الثلاث. كمان رجال الطايره الماسترز تحت قياده الكابتن ميدو مسلحي امبارح او فوز سهل على نادي بترول مصر للبترول بثلاث شواط مقابل لا شيء، وده كان ضمن منافسات يعني الجوله او المرحله الثانيه من بطوله دوري يعني اللي كره الطايره رجال. ده كان بالنسبه لرجال الطايره النهارده يعني بدون راحه عندهم تمرين الساعه 1 بعد الظهر عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه واللي هتكون امام بتروجيت يوم الثلاث القادم في تمام الساعه 4 عصرا، ودي هتكون على صاله نادي مصر للبترول. كمان يعني رجال كره اليد امبارح قدروا ان هم يحققوا فوز على نادي سموحه بنتيجه 31-21، وده كان في الدور 16 من بطوله كاس مصر. النهارده ان شاء الله هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات وهيعودوا ايضا بكره للتدريبات الجماعيه عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراة اللي بعديها إن شاء الله هتكون برضو مع نادي سموحة يوم الثلاث أو الخميس عفوا القادم، وهتكون في مدينة الأسكندرية على صالة نادي سموحة، ودي هتكون أول مباراة إن شاء الله في الدور الثاني من بطولة دوري المحترفين لكرة اليد. يمكن دي يا كريم ونهواند كانت كل أخبارنا النهاردة، وطبعا استعدادات النادي الأهلي لمشاهدة مباراة يعني بالليل مباراة مصر والسنغال المباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وطبعا فرحة جماهير النادي الأهلي امبارح بعد فوز النادي الاهلي على مونتاري المكسيكي. اكيد انا معاك يا كريم ومعاك يا نهاوند لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو.